صباح الخير يا شباب. احنا ان شاء الله النهارده في المحاضره بتاعتنا هنعمل ريفيجن كده على الكورس بتاعنا كله، وندي شويه اسئله كده مختاره كده من الامتحانات السابقه ومن شتات وتطبيقات على شكل الاسئله في امتحان ميجي ازاي. احنا في الكورس بتاعنا ده ابتدينا، اول ما ابتدينا بالادرز، اشتغلنا على الهاف ادر ثم الفول ادر ثم الريبل كاري ادر ثم اللوك اهيد كاري ادر، وبعد كده اتنقلنا للمالتي بلكسر والكومباراتور ودخلنا في الديكودر ودخلنا في التطبيقات بقى عموما، لوجيك سيركتس تطبيقات على الجيتس او اللوجيك. ثم بعد كده اتنقلنا، فضلنا من كومبينيشنال سيركتس اتنقلنا للسيكوينشال سيركت، واشتغلنا على اللاتش ثم الفليب فلوب وبعد كده الشيفت ريجستر والكاونترز، ونهينا بالميموري. طبعا الكورس بتاعنا ده كورس محترم، ف يعني حاول تهتم بيه ان انت تبقى انت طالع من الكورس ده استفدت حاجه. احنا في المحاضره بتاعتنا النهارده احنا هنشتغل او هنراجع من بعد الميد تيرم، يعني انت لحد الميد تيرم ذاكر الميد تيرم ديسكشن اللي احنا عملناها المحاضره بتاعت بعد امتحان الميد تيرم اللي احنا ناقشنا فيها امتحان الميد تيرم، وبعدين بعد كده اهتم برضو بالشيتات والمحاضرات بتاعتك والكوزات اللي انت ايه اخدتها وامتحان الميد تيرم بتاعك. ده كله بالاضافه الى ايه لمحاضره الفاينل اللي احنا هنشتغلها النهارده. احنا هنراجع النهارده تمام من اول الكومبراتور لحد الكاونترز، ثم بعد كده انت هتراجع عامل ايه الميموري احنا حلينا عليها المحاضره اللي فاتت، فانت هتجمع بقى كل ده محاضره النهارده مع المحاضره بتاع المره اللي فاتت مع محاضره الميتر ديسكشن مع الكوزات بتاعك. دول كده الحاجات الاساسيه اللي انت لازم على الاقل تبقى هاضمها كويس، ثم بعد كده ارجع بص في المحاضرات تاني بصه سريعه كده وبص على الشتات بصه سريعه برضه. تعال نبدا بقى يلا. بيقول لك السؤال الاول في الكومبارتور، if we get input، لو انت مدخل input as a اكبر من b، يعني انت عندك رقمين داخلين للكومبارتور بتاعك ده ورقم ال a هو الاكبر، الاوت هيديك ايه؟ هيديني 1. طيب السؤال الثاني بيقول لك which one is a basic comparator، يعني ايه من الجيتس اللي عندك دول في الاختيارات دول يعتبر البيزك كومبارتور؟ طبعا هي مين؟ هي الاكس نور. طيب بيقول لك ايه الدايره اللي بتكمبير بتقارن ما بين رقمين وبتعمل ديترماين او ديترمينيشن لايه للماجنتيود بتاعهم؟ هل هي الهايت كومبارتور ولا السايز كومبارتور ولا كومبارتور عموما ولا الماجنتيود كومبارتور؟ هي الماجنتيود كومبارتور، احنا قايل لك اهو بتديترماين ايه الماجنتيود بتاعهم، يبقى هي ايه ماجنتيود كومبارتور. بيقول لك ماجنتيود كومبارتور از ديفايند از ا ديجيتال كومبارتور which has ايه؟ which has only one output terminal، ليها output واحد، ولا ليها two output terminals، ليها ثلاثة اوبوت، لا اثنين تو انبوتس تو اوبوتس سوري اوبوت تو اوبوت تيرمينالز، ولا 3 اوبوت تيرمينالز، ولا نو اوبوت تيرمينال؟ لا هي ليها 3 اوبوت تيرمينالز لو هما ايكوالي، ولا لو واحد فيهم اكبر من الثاني يعني ايه اكبر من بي، ولا الاي اصغر من بي. طيب السؤال الثالث بيقول لك ذا بورجس اوف ديجيتال كومبارتور، الغرض من الديجيتال كومبارتور هو ايه؟ بيقول لك الاختيار الاولاني هل هو تو كونفيرت انالوج انبوت ديجيتال، ان انا احول من الانالوج انبوت للديجيتال، ولا ان انا اعمل كرييت لديفرنت اوتس، ان انا اطلع اوتس مختلفه، ولا ان انا اعمل جمع لمجموعه من الديفرنس نمبر، ان انا اجمع ديفرنت نمبرز، طبعا كل الاجابات دي اجابه غلط، ولا ان انا اعمل كومبير، ان انا اقارن بين سيت اوف فاريبلز بين مجموعه من المتغيرات اور انون نمبرز. هو طبعا الاجابه الاخيره، ان انا بقارن بين مجموعه من الفاريبلز او المتغيرات اللي انا مش عارفها. طيب تعالوا ننتقل للسؤال السابع، بيقول لك ايه؟ بيقول لك هاو ميني انبوتس، كم عدد المدخلات او الانبوتس المطلوبه للديجيتال كومبارتور؟ طب احنا عارفين الديجيتال كومبارتور بيقارن بين ايه؟
ده رقمين، يبقى ليه كم مدخل او ليه كم انبوت؟ 2. يبقى عدد الانبوتس بتاعك كام؟ 2. زي ما احنا نلاحظ كده الاسئله بتاعتها مش صعبه، بس كل القصه انت محتاج انت ايه يبقى مركز في الاجابات. تعالوا ندردش على المالتيبلكسر كده بسرعه. المالتيبلكسر او اللي هو بين قوسين الاختصار بتاعه اللي هو الماكس، ده اقدر اعرفه ان هو ايه؟ هو 2 اس ان في 1. يعني ايه؟ يعني بيخش له 2 اس ان انبوتس وبيخرج منه اوتبوت واحد بس. يعني انا لو عندي مثلا ال ان دي ب 2، يبقى 2 اس 2 يبقى 4 في 1. 4 في 1 دي معناها ايه؟ معناها ان انا عندي 2 سلكشن لاين بيتحكموا ان انا اختار انهي واحد من الانبوتس دول ان هو يمر للاوت. يعني انا المالتيبلكسر ده بيمرر الواحد من الانبوتس للاوت. يعني هو بالنسبه لي المالتيبلكسر هو عباره عن كانه عباره عن ايه؟ عباره عن سويتش. هو بيختار لي واحد بس من الانبوتس ان هم يعدوا من الانبوت للاوت. يبقى انا دلوقتي عندي 2 اس ان، لو افترضنا ان انا عندي الان دي مثلا ب 2، يبقى انا عندي هنا 2 سلكشن لاين و 2 اس 2 يعني 4، يبقى 4 في الانبوت. يبقى انا السلكشن لاين اللي عندي دول لو هم 2، يبقى انا عندي اربع حالات، اربع باترن على حسب الباترن اللي عندي. لو 0 0 هختار الايه؟ اللاين الاولاني اللي هو لاين 0. لو 1 0 يبقى انا هختار اللاين اللي بعده. لو 0 1 يبقى انا هختار اللاين اللي هو الثالث. لو 1 1 يبقى انا هختار اللاين اللي هو ايه؟ الاخير. يبقى انا دلوقتي المالتيبلكسر هو بيعمل ايه؟ بيختار واحد بس من اللاينز دول ان هم يمروا في مين؟ في الاوت. يبقى بيختار واحد من الانبوتس ان هم يمروا في الاوت. يبقى شكل المالتيبلكسر المتعارف عليه المعادله بتاعته 2 اس ان في 1. طيب المالتيبلكسر بيزد اون ذا سيلكشن لاين، بناء على السيلكشن لاين بيختار واحد من الانبوت وبيطلع الاوت بتاعه. ات تايم 1 انبوت، في كل تايم، في كل تي نود، تي 1 تي 2، في كل تايم في واحد بس من الانبوت هو اللي تيكن اوت، ايه بيطلع على الاوت بتاع المالتيبلكسر. المالتيبلكسر برضو او الماكس ممكن يتقال عليه داتا سيلكتور. يعني انت ممكن يجي لك في السؤال بدل ما يجي لك مالتيبلكسر او ماكس ممكن يجي لك داتا سيلكتور. يبقى داتا سيلكتور ده هو مين؟ هو المالتيبلكسر. ممكن يجي لك بارل تو سيريال كونفرتر. ليه؟ ما هو انت عندك عدد معين من الايه؟ من الانبوتس بيخرج منهم واحد بس، فكاني بخرج البارل ده لسيريال. يبقى انا ايه؟ باخد الاولاني ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا. يبقى انا كاني ايه؟ باخد الداتا من هي داخله كلها مره واحده بارل، لا انا بخرجها واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني وهكذا. يبقى المالتيبلكسر يا اما يبقى داتا سيلكتور، ممكن يجي لك في السؤال المالتيبلكسر صريحه او ماكس او داتا سيلكتور او بارل تو سيريال كونفرتر او ميني تو وان سيركت. دي معروضه معناها مالتيبلكسر، يعني ميني تو وان سيركت دي معناها مالتيبلكسر، او يونيفرسال لوجيك سيركت دي برضو معناها مالتيبلكسر. طيب لو انا عايز بالنسبه لاسئله الديزاين تو امبلمنت 2 اس ان في 1 مالتيبلكسر، بستخدم ايه؟ 2 في 1 مالتيبلكسر. تمام؟ يوزنج 2 في 1 مالتيبلكسر. يبقى التوتال نمبر اوف 2 في 1 مالتيبلكسر هيساوي كام؟ هيساوي 2 اس ان ناقص 1. عايزين هشرح لك الكلام ده قبل كده. يعني لو عندي امبلمنت 2 اس ان في 1 مالتيبلكسر باستخدام 2 في 1 مالتيبلكسر، يبقى انا في الحاله دي هستخدم ايه؟ هستخدم هبقى محتاج 2 اس ان ناقص 1. يعني مثلا لو انا عندي 2 في 1 مالتيبلكسر ريكوايرد تو امبلمنت 16 في 1، 16 في 1 دي معناها ايه؟ معناها 2 اس 4 في 1 مالتيبلكسر. يبقى ساعتها ايه؟ يبقى الام بتاعتي 16 ناقص 1 يساوي 5، 15. يبقى نقدر نقول عدد المالتيبلكسرز اللي انا هحتاجها كام مالتيبلكسر؟ 15. ليه بقى؟ الستيج الأولانية هي ال 16 على كام؟ على الاثنين، يبقى 8. طب الستيج الثانية ال 8 اللي طلعت دي على كام؟ على 4. الستيج الثالثة ال 4 اللي طلعت دي على كام؟ على الاثنين. بعد كده الاثنين على الاثنين اتفضل واحد، تعالى جمع بقى 8 و 4 12، 12 و 3 15. يبقى احنا دلوقتي ممكن نحسبها على طول بسرعة؟ ممكن. 2 أس إن في 1، يبقى 2 أس إن دي بكام؟
لو هي 16 مثلا 2 اس 4 في 16 يبقى 2 اس 4 في 1 يبقى عدد المالتيبلكسرز اللي انا محتاجهم لو 2 في 1 يبقى 16 ناقص 1 اللي هي 2 اس ان ناقص 1 هم 16 ناقص 1. طيب يبقى احنا هنا لو جينا نبص لو انا قلت لك مثلا ان انا عايز اعمل امبلمنت ل 16 في 1 مالتيبلكسر باستخدام 2 في 1 مالتيبلكسر يبقى انا احتاج كام؟ 15. طب لو 16 في 1 باستخدام عايز اعمل لهم امبلمنتيشن باستخدام ال 4 في 1 زي ما اتفقنا 16 على 4 فيها ال 4 ثم بعد كده ال 4 على 4 يفضل كام؟ 1 يبقى 5 و 4 1 يبقى كام؟ يبقى 5. طيب لو 64 في 1 مالتيبلكسر هعمل لهم امبلمنتيشن ب 4 في 1 مالتيبلكسر نفس الكلام باخد ال 64 اقسمهم على 4 يفضل كام؟ هيتفضل 16 18 18 وبعد كده 18 على 4 يفضل كام؟ وبعد كده ال 4 على 4 يفضل كام؟ وهكذا يعني 18 على 4 فيها ال 4 ويفضل باقي تمام؟ يبقى 4 على 4 فيها كام؟ فيها الواحد 1 و4 5 5 و18 21. طيب 64 في 1 باستخدام 8 في 1 نفس الكلام اقسم ال 64 على 8 يفضل 8 8 على 8 يفضل 1 يبقى 8 و1 كام؟ 9. طيب 256 مالتيبلكسر 256 في 1 عايز اعمل لهم امبلمنتيشن ب 8 في 1 يبقى اقسم 256 على 8 يبقى السجل الاولاني كام؟ 32. بعد كده 32 اقسمها على ايه؟ على 8 اديني السجل الثاني 4 بعد كده 4 على 8 وهكذا. طيب تعالوا بقى نشوف الايه الاسئله نوع تاني من الاسئله بيقول لك وات از ا مالتيبلكسر. مالتيبلكسر نقدر نقول ان هو ايه هو هل هو نوع من الديكودر؟ لا طبعا. مالتيبلكسر از ا ديفايس ويتش كونفرتس ميني سيجنالز تو وان. لا صح ده الاجابه الايه الصح. ويتش كومباينيشنال سيركت از renewed for selecting a single input from multiple. طبعا هنختار single input من multiple يبقى multiplexer. طب هو هنا اسمه ايه؟ اسمه data selector. تمام. Which is the major functioning responsibility of the of multiplexing combinational circuit. ايه هي الفانكشن الرئيسية او المهمة الرئيسية بتاعت ايه المالتيبلكسنج كومبينيشنال سيركت؟ هل هي ديكودنج الباينري انفورميشن؟ لا. هل هي جنريشن اوف اول مين تيرمز ان ان اوت فانكشن ويز اور جيت؟ لا طبعا. هل هي جنريشن اوف سيلكتد باس بتوين مالتيبل سورس اند ا سنجل ديستنيشن؟ يعني انت من مالتيبل انبوتس اختار منهم اوت واحد يعني عندي sources كتير في الانبوت وعندي output واحد بس اللي هو يعتبر destination يبقى انا بختار من ايه من sources دي او من الانبوتس واحد بس واخرجه على الايه الاوت او destination يبقى دي الاجابه ايه الصح. بيقول لك هنا multiplexer the selection of a particular input line is controlled by a selected line او selection lines. طيب if the number of n selected input lines is equal 2 plus n. It is required كام selection line؟ m. 2 plus m ال m دي بالنسبة لنا اتفقنا ان هي ايه؟ هي selection line عادي selection line. لو 2 plus 2 يبقى عندي 2 selection line، 2 plus 3 يبقى 3 selection line وهكذا. طيب a multiplexer that has 3 selection lines is considered كام في كام؟ 2 plus 3 يعني 8 تبقى 8 في 1 multiplexer. هي الموضوع كله هي معادلة واحدة 2 أس السلكشن لاين كل ده بنضيف واحد. How many select lines would be required for 16 line to 1 line multiplexer؟ يعني انت عندك 16 في 1 multiplexer محتاج كام سلكشن لاين؟ 4. 2 أس 4 اللي هم 16 في 1 يبقى السلكشن لاين بكام؟ ب 4. يعني انت عندك حاجه زي كده هتبقى 2 أس 4 دول 16 في 1 يبقى انت عندك السلكشن لاين اللي عندك اللي هو كام؟ اللي هو 4. How many NOT gates are required for construction of 4 to 1
مالتي بلكسر. لو تفتكر مالتي بلكسر، احنا اتفقنا مالتي بلكسر عباره عن ايه؟ عباره عن 2 انفرتر واربعه اند جيتس. يبقى انت عندك هنا كام انفرتر محتاجه؟ 2. اهو ده شكل الايه؟ الاربعه في واحد مالتي بلكسر، 2 انفرتر واربعه اند جيت، وبعد كده بتخرجهم على الاور جيت. طيب لو انا مديك حاجه بالمنظر ده، اربعه فوق اللي واحد مالتي بلكسر، ومديك السي 1 ب 1، السي 1 ب 0 والسي نود ب 1، يبقى انا عندي دلوقتي هختار انهي انبوت من دول يبقى هو الاوت. اتفقنا ان انا عندي هنا كده، لو حطيت ده بكام؟ ب 0 اهو، وده ب 1، يبقى انا في الحاله دي ايه؟ هاخد ده هنا اهو، ده ال 1، وهاخد المسار ده هنا كده ب 1، يبقى الاند دي الوحيده اللي هتبقى سلكتد، يبقى هاخد مين؟ الاكس. لو قلت لك 4 to 1 ماكس وود هاف كام انبوت؟ 4 شور 4، 4 انبوت. طيب ذا 2 انبوت ماكس وود هاف كام سلكشن لاين؟ 2 انبوت، يعني معناها 2 في 1، يعني 2 اس كام؟ اس 1، ودي محتاجه ايه؟ 1 سلكشن لاين. زي ما انت شايف كده الاسئله سهله جدا، بس كل موضوع انت محتاج ان انت تركز في الاسئله وتبقى انت ايه صح. يعني a combinational circuit that selects one from many inputs or multiplexer، يعني عمال نقول combinational circuit اللي بتختار واحد من العديد من الانبوتس هي ايه؟ هي multiplexer. طيب a 4 to 1 multiplexer would have ايه؟ كام اوت؟ اوت واحد بس. طيب تعالى نخش بقى على الديكودر. الديكودر زي ما اتفقنا هو كومباينيشنال لوجيك كونستراكتد ويز لوجيك جيتس. واتفقنا ايه الفرق بين الكومباينيشنال والسيكونشال؟ كومباينيشنال يعني انا بمجرد ما بحط الانبوتس، الانبوت تبقى جاهزه على الانبوت لاينز، الاوتبوت بيخرج على طول. يعني بتدي حساباتي وتطلع ايه؟ الاوتبوت. لكن السيكونشال سيركت مش هقدر اطلع الاوت غير لما يجي لي يا اما انيبل سيجنال او كلوك سيجنال. يبقى الديكودر ده هو ايه؟ هو كومباينيشنال لوجيك سيركت. هي تعتبر الريفرس بتاع مين؟ بتاع الانكودر. الديكودر سيركت از يوزد تو ترانسفورم ا سيت اوف ديجيتال انبوتس، بيحول مجموعه من ديجيتال انبوتس انتو ان ايكويفلنت ديسمال كود، بيحولوا لايه؟ لديسمال كود في الاوتبوت بتاعه. يعني مثلا لو انا عندي ان انبوتس، يعني مثلا 2 انبوت، فيبقى الديكودر هيديني كام؟ 2 اس ان اوتبوت. يبقى البلوك ديجرام بتاع الديكودر ممكن يبقى المنظر ده كده، الديكودر ان في 2 اس ان، يبقى المالتي بلكسر كان 2 اس ان في 1، ده شكل المالتي بلكسر. لكن هنا ان في 2 اس ان، يبقى ده ايه؟ ديكودر. يبقى انا داخل لي هنا ان انبوتس، طلع لي هنا كام؟ 2 اس ان اوتس. وممكن كمان مع الديكودر يبقى داخل لي حاجه اسمها الانيبل انبوتس. طيب لو جيت قلت لك مثلا مساله او سؤال بالمنظر ده كده، 3 في 8 ديكودر از شون ان ذا فيجر، يبقى انا عندي 3 انبوتس وعندي 8 اوتس، يبقى عندي اكس نوت اكس 1 اكس 2 وعندي من دي نوت لدي ايه؟ لدي 7، ومديني حاجه بالمنظر ده كده. بيقول لك فايند اف، الاف هتساوي كام؟ لو جينا بصينا هتلاقي هي ايه؟ دي 1 اور دي 4 اور دي 7، بس اللي خارج لي هنا ده انا عايز الايه؟ ال 1، يبقى يعتبر اللي هو مين؟ اللي هو المين تيرمز. تمام كده؟ طيب الديكودر بيخرج لي ايه؟ الديكودر زي ما اتفقنا الديكودر بيخرج لي ايه؟ بيخرج لي بيأكتب لي لاين واحد بس، صح؟ يبقى ده والباقي كله اصفار، يا اما ده والباقي كله اصفار، وهكذا. يعني تلاقي نفسك عندك كده في الاخر عناصر الدياجونال بس اللي ايه؟ اللي بتبقى واحد. طب انا عايز الاوت هنا، طب الاوت هنا ايه؟ الاوت هنا المفروض يبقى 1، تمام؟ يبقى ايه اللي هيطلع لي 1؟ احنا اتفقنا المين تيرمز. طبعا الديكودر مش هيطلع لي الثلاثه مع بعض،
يعني هو يبقى اكتف ده يكتف ده يكتف ده. طب انا عشان اطلع احقق هنا يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج ان اخد الميد تيرمز بتاعت مين؟ بتاعت باقي العناصر اللي عندي، صح كده؟ لا طبعا الكلام ده غلط. المفروض ان انا هاخد المين تيرمز بتاعت العناصر اللي هي 1 و4 و7، احنا شرحناها قبل كده لو تفتكروا، ان انا عندي ده او ده او ده، يعني لو ده اكتيفيتد هاخده او ده اكتيفيتد هاخده او ده اكتيفيتد هاخده، يبقى الاوت بتاعي عشان ده اول سيجنال يبقى انا الاوت بتاعي ايه؟ ده او ده او ده، يبقى الاوت بتاعي الصح اللي هو المين تيرمز بتاعت 1 و4 و7، ده او ده او ده. لكن هي لو كانت نور تمام هنا يبقى كنت هاخد مين؟ الزيرو الاثنين والثلاثة والخمسة والستة، ستة هاخد ده. يبقى انا دلوقتي طالما شغال على كور سيجنال تمام، يبقى ساعتها هاخد المين ترمز بتاعت مين؟ بتاعت اللي هو دي 1 ودي 4 ودي 7. طيب لو هعمل ديكودر ديزاين، ديكودر ديزاين زي ما اتفقنا بعمل ايه؟ باجي عندي ان واحد في ام واحد وان 2 في ام 2، يعني انا عايز امثل اللي هو ان 2 في ام 2 ده باستخدام، اعمل لهم امبلمنتيشن باستخدام ان 1 في دي 1. فاجي اعمل ايه؟ هاجي اخد ام 2 اللي هو 2 دي كده دي كده دي هنا، ام 1 دي يساوي 2 اس ان 1، ودي ام 2 دي هي 2 اس ان 2، صح كده؟ صح. فلما اجي اقسمها اجي عشان احسب الاستيجوس احسبها ازاي؟ دي 1 دي 1 هتساوي ام 2 على ام 1، جبت قيمه الكودرز اللي انا محتاجها في السجل الاولانيه. بعد كده اخد الرقم ده اقسمه على ام 1 تاني تمام، طلع لي مين؟ طلع لي الكي التانيه، الكي التانيه اللي هي السجل التانيه، عدد الكودرز في السجل التانيه او واخدها اقسمها على ام 1 تاني وهكذا. وكده انا طلعت عدد ايه؟ الايه؟ الكودرز عندي لما اجمعهم كلهم مع بعض. يعني تعال ناخد مثال، مثلا بيقول لك مديك ديكودر 3 في 8 والسكند ديكودر 5 في 32. يبقى انا عايز اعمل امبلمنت للديكودر 5 في 32 باستخدام 3 في 8، ناخد ال 32 نقسمه على 8 يدينا 4، بعد كده 4 على 8 ينفع ما ينفعش؟ ده فراكشن، يبقى انا ساعتها لازم استخدم ايه؟ استخدم ديكودر كمان صغير، يعني مثلا 3 في 8 يبقى ايه؟ يبقى 2 في 4. يبقى انا باستخدام 3 في 8 هحتاج ايه؟ 4 ديكودرز 3 في 8 بس هحتاج معاهم واحد كمان ايه؟ صغير اللي هو 2 في 4. طيب جيفن ديكودر 3 في 8 والسكند ديكودر 6 في 64. يبقى 64 على 8 يفضل 8، 8 على 8 فيها 1، يبقى كده الامبلمنتيشن بتاع ال 6 في 64 يكفي لي 9 3 في 8 ديكودرز، تبقى الدنيا معاهم ايه؟ مظبوط. يبقى انا دلوقتي لو انا هعمل مثلا امبلمنتيشن 4 في 16 ديكودر باستخدام 2 في 4، هبقى محتاج كام؟ 16 على 4 فيها 4، 4 على 4 فيها 1، يبقى 4 1 5. نفس الكلام 3 في 8 باستخدام 2 في 4، يبقى 8 على 4 فيها ال 2، وبعد كده 2 على 4 ما ينفعش، يبقى انا هبقى محتاج ايه؟ 2 ديكودر. باستخدام مين؟ باستخدام 2 في 4 وهكذا وهكذا وهكذا. تعالوا نشوف بقى نوع تاني من الاسئله، بيقول لك لو عندك 8 بت سيريال ان برر الاوت شيفت ريجستر، هيبقوا محتاجين تو بي كليرد، نيز تو بي كليرد في الاول خالص انشري يبقى كلهم صفار، بات هاز نو كلير انت، هاو ميني كلوك سايكلز، يعني انا محتاج ان انا اصفرهم كلهم بس انا ما عنديش كلير انبوت ان انا اصفرهم كلهم مره واحده، فمحتاج كام كلوك سايكل بيفور ازيرو ابلايد تو ذا انبوت ابيرز في اخر كيو هاي اوت خالص. يعني انت عندك مثلا هنا بيقول لك 8 بت سيريال ان بارلل اوت، يعني انا عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8، 1 2 3 4 5 6 7 8.
تمام. فانا دلوقتي في قيم هنا في الشيفت ريجستر لوب، في ريجستر لوب، فانا مش عارف هو كامل فيهم كام، ايا كان بقى وانز وزيروز ايا كان. فبيقول لك ده سيريال ان، والاوت بتاعتك كلها من ايه؟ بارل كلهم مره واحده. فبيقول لك بقى هحتاج كام كلوك سايكل لغايه لما الزيروز تخش من هنا لحد ما توصل هنا. هحتاج فور شور تقول 8، يبقى هحتاج كام كام كلوك سايكل؟ هحتاج 8. ده الاختيار الصح. طيب اوف شيفت ريجستر ذات ريكوايرز، ايه نوع الشيفت ريجستر اللي بيحتاج ان اعمل اكسس تو ذا كيو اوت اوف اول ستيجز؟ اول ستيجز يبقى سيريال ان بارل اوت. شيفت ريجستر فانا بعمل ايه؟ شيفت 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 شيفت، يعني انا شفت ايه؟ سيريال. ريكوايرز تو اكسس ذا كيو اوت اوف اول تشيز اول ستيجز، كل ستيجز مره واحده، يبقى مين؟ سيريال ان بارل اوت. طيب what type of register would have a complete binary number shifted؟ complete binary number shifted يبقى كده معنى كده ايه؟ serial in، in one bit at a time، one bit at a time يبقى ايه؟ serial in. and have all يعني كل stored bits shifted out، كلهم بيحصل لهم shifted out at a time، يبقى معنى كده ايه؟ ده برل ده serial، يبقى serial in برل out. a group of bits يديك المنظر ده is serially shifted right most bit first، يبقى right most اللي على اليمين، right most bit first اللي هي دي، right most bit first دي اللي هتدخل الاول، into an 8 parallel out shift register and initial state كان بالمنظر ده after 2 clocks. معنى كده انت ايه؟ هتدخل هتطير صفرين من هنا صح؟ صفرين من هنا اللي على اليمين دول طاروا، وهتدخل مكانهم اول اثنين ديجيتس من هنا، يبقى اول اثنين ديجيتس من هنا، يبقى انت هتطير من هنا الصفرين دول بعد اثنين كلوكس، دي طارت ودي طارت، ودخل من هنا ايه؟ ده كده الاول ثم ده الثاني، فانت كده كانك ايه؟ صفر صفر، وبعد كده اربع وحايد، وبعد كده واحد واحد، فده الايه؟ الاول بتاعك. بعد تو ايه؟ بعد تو كلوكس. طيب باي دايركشنال 4 بيت شيفت ريجستر باي دايركشن يعني بيمشي في اتجاهين كده او كده، يسمح الحركه على اتجاهين يمين او شمال، شيفت ريجستر وهو بيديني 4 بت، يبقى انا عندي 4 ريجسترز مكونين للشيفت ريجستر ده. ستورنج نيبل اللي هو 1110، اتس رايت ليفت انبوت از لو. طيب لما لو يبقى هو هيتحرك فين؟ هيتحرك ليفت. ليه؟ ما انا عندي الليفت هنا ده اللي هو ايه؟ هو كومبلمنت، يبقى لو يبقى هو يتحرك ايه؟ يتحرك ليفت ما يمشي شمال. ذا نيبل 0111 is waiting to be entered on the serial data input، بمعنى كده ان انا عندي واحد اللي هو متخزن جوه 1110 واللي عايز يدخل ده، وهعمل شيفت ايه؟ وهعمل شيفت ليفت. ليه؟ لان ده داخل لي هنا كام؟ زيرو، فالزيرو يبقى مين فيهم هيكونترول؟ رايت، لما اخش زيرو ده خلاص كانسل، يبقى ده زيرو كومبلمنت يبقى 1، يبقى انا هعمل شيفت ايه؟ ليفت. افتر 2 كلوك بالسز، بعد 2 كلوك بالسز الشيفت ريجستر هيبقى مخزن كام؟ يبقى كده، يبقى هنشفت احنا كده، يبقى بعد كلوك سايكلز 2 ادي ده طار وده طار، يبقى 1 0 0 1 1 0 0 1، يبقى 1 0 0 1. يبقى انت كل الفكره بالنسبه لك في الشيفت ريجستر تاخد بالك انا بعمل شيفت رايت ولا شيفت ليفت، وايه اللي متخزن جوه وايه اللي هيدخل، تمام؟ كل القصه انا بقى شيفت يمين او شمال. بيقول لك ويز 200 كيلو هرتز كلوك فريكونسي، انت عندك كلوك سيجنال بتاعتك التردد بتاعها 200 كيلو هرتز، 8 بيتس كان بي سيريالي انترد، 8 بيتس هيخشوا سيريالي انتو شيفت ريجستر في كام مايكرو سكند؟ نحسبها ازاي؟ احنا اتفقنا ان التايم التايم بيساوي ايه؟ بيساوي 1 على الاف صح؟ يبقى انت بتتكلم 1 على 200 كيلو هرتز،
صح، يبقى واحد على 200 كيلو هرتز. طيب واحد على 2 فيها كام؟ فيها نص نص، وادي هنا ده ادي كيلو اللي هو 10 اس 3 في 2 يبقى 10 اس 5، يبقى ده كأنك بتقول ايه؟ تقول لك نص في 10 اس ناقص 5 سكند. صح كده؟ يعني دي كأنها ايه؟ كأنها 5 في 10 اس ناقص 6 سكند. طيب 10 اس ناقص 6 دي اللي هي كام؟ 10 اس ناقص 6 دي كده بنسميها احنا ايه؟ مايكرو سكند. يبقى كأنها التايم بتاع 1 بت بس، 1 بت هيحتاج كام؟ هيحتاج 5. يبقى التايم 1 بت، البت الواحدة هيساوي 5 مايكرو سكند. طيب هنا بيقول لك ايه؟ 8 بتس، يبقى 5 في 8 يبقى التايم توتال هيساوي كام؟ هيساوي 5 في 8 40 مايكرو سكند. يبقى ده الايه؟ الاختيار الصح. طيب هاو ميني كلوك بالسز، كم عدد الكلوك بالسز اللي انت هتبقى محتاجها عشان تو كومبليتلي لود سيريالي، هتدخل سيريالي 5 بت شيفت ريجستر فور شوب 5. انا عندي 5 بت كل بت بتخش سيريالي في ايه؟ في 1 كلوك سايكل. يبقى عشان اعمل لود لكل 5 بتس في الشيفت ريجستر فانا محتاج ايه؟ محتاج 5 كلوك سايكل. طيب اليونيفرسال شيفت ريجستر هاز بوث سيريال اند بارل انبوت اند اوت كاباستي، الكلام ده صح ولا غلط؟ صح، يعني اليونيفرسال شرحناها وفيها ايه؟ البوس السيريال والبارل انبوت اند اوت كاباستي. طيب بيقول لك the storage capacity of a register makes it an important type of memory، هل الكلام ده صح ولا غلط؟ ال storage capacity ان انا اقدر ان انا اخزن في الريجستر الايه؟ البيت دي، هل ده بيديها important ان تبقى تايب ميموري ولا لا؟ اه طبعا بيديها الامكانيه دي او بيديها الاهميه دي. طيب وين شيفت لود بار از لو، يبقى انا في حاجه هعمل ايه؟ هعمل لود مش هعمل شيفت. ذا داتا ار شيفتد 1 بت بير كلوك بالس، ده صح ولا غلط؟ ده غلط، يعني اتفقنا ان هو ايه؟ طالما لو يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا هعمل لود مش شيفت، يبقى الاجابه دي اجابه ايه؟ خاطئه. استيج از تو، stage is two storage elements in a register. الستيج الواحدة فيها اثنين storage elements in a register. طبعا الكلام ده غلط. الستيج هي element واحد اللي هو ايه؟ flip flop واحد بس. طيب a type of shift register in which the Q or Q bar output، نوع shift register in which the Q or Q bar output of one stage is not connected to the input of the next stage. يعني هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه نوع الشيفت ريجستر اللي الكيو بتاعته او الكيو بار اوت بتاعت one stage مش متوصله للانبوت بتاع next stage المرحله اللي بعدها. يعني الاول بتاع المرحله الاولانيه مش متوصل في الايه؟ في الانبوت بتاع المرحله الثانيه. ده مين؟ مش متوصل، not connected. معنى كده ان هو ايه؟ معنى كده ان هو مش سيريال، يبقى ايه؟ يبقى بارلل ان بارلل اوت. بيقول لك شيفتنج ا باينري نمبر، ان انا اعمل شيفتنج للباين نمبر تو ذا ليفت باي 1 بوزيشن، ان انا اخليه يعمل له شيفت ان انا احركه للشمال 1 بوزيشن از ايكويفالنت تو ايه؟ لما احوله لما شفته للشمال واحد، معناه ان انا بعمل مالتيبلاينج باي 2 ولا multiplying by 4 ولا dividing by 2 ولا dividing by 4. طب ليه؟ طب ليه بنعملها؟ طب انا قلت لك 1 0 0 ده كده رقم كام؟ رقم 1 اللي هو 2 اس 0 1 0 0. لما شفته شمال واعتبر كده 0 1 0، ده انا كده عملت ايه؟ يعني 0 2 اس 0 ده مش موجود، 1 في 2 اس 1 ده 2، يبقى كده كاني عملته ايه؟ كاني ضربته في
اتنين، صح كده؟ صح. طيب assume a 4 bit parallel in serial out shift register is loaded. يبقى انا بعمل لودنج لداتا في بارل، في 4 بت بارل ان سيريال اوت، يعني الداتا هتخش كلها مره واحده في الشيفت ريجستر وهتخرج لي سيريال ويز ا باينري نمبر. هاو ميني كلوك بالسز ار ريكوايرد افتر ذا بارل لود هاز اوكيرد بيفور ذا فيرست بت ان ذا سيكونس ابير اون ذا سيريال اوت. يعني دلوقتي انا عملت ايه؟ انا عندي هنا 4 بت شيفت ريجستر، يبقى 2 3 4، وهعمل لودنج مره واحده، يعني كلهم هيبقوا كلهم ايه؟ ندخلهم داتا مثلا بالمنظر ده. محتاج كام كلوك سايكل عشان اول بت هنا يبتدي يخرج لي؟ محتاج 1. ليه؟ لان انا في سيريا دي، فانا همشي كده. صح؟ فيبقى اول بت دي عشان يخرج لي محتاج ايه؟ كلوك سايكل واحده بس. طيب assume that a 4 bit serial in serial out. serial in serial out، يعني المره اللي فاتت انا كنت بعمل ايه؟ برل ان، فكلهم بيخشوا مره واحده، بعمل لودنج ليهم كلهم مره واحده. لا ده انا المره دي بقى، المره دي انا هعمل ايه؟ انا عندي 4 بت وهعمل لهم ادخلهم سيريال، ادخل بت الاولانيه في كلوك سايكل، ثم البت الثانيه دي هتيجي، دي هتيجي هنا والبت الثانيه هتيجي هنا، ثم اللي كانت هنا هتيجي هنا ودي هتيجي هنا والبيت الجديد هتيجي هنا، ثم دي هتيجي هنا ودي هتيجي هنا ودي هتيجي هنا والبيت الجديد هتيجي هنا. يبقى انا عشان يخرج لي الاوت اللي هو ده، اول بيت دخلت هنا تخرج لي هنا، محتاج كام كلوك سايكل؟ محتاج 4. طيب تعال نشوف الصوره 15 بقى، بيقول لك ايه؟ اسيوم ان انا عندي 4 بت سيريال ان سيريال اوت شيفت ريجستر انيشيالي كلير، يعني كلهم كانوا بصفار انيشيالي، واحنا وي ويش تو ستور النيبل ده اللي هو 1100، تمام؟ وات ويل بي ذا 4 بت باترن افتر ذا سكند كلوك سايكل. خلي بالك ايه؟ رايت موست بت فيرست، يعني معنى كده رايت موست معناها دي رايت موست، يعني دي اللي هتخش الاول. يبقى معنى كده بعد 2 بعد سكند كلوك سايكل هيبقى ايه؟ هو اصلا انشيالي كان كله بصفار، يبقى هنطير صفرين ونحط صفرين، يبقى ايه؟ يبقى ايه الاجابه هتطلع ايه؟ 4 صفار، يعني هو كان بالمنظر ده كده، هم كلهم انشيالي كلهم كانوا ايه؟ كانوا بصفار. حلو كده؟ صفر 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 صفر، هبتدي ادخل، دخلت الصفر الاولاني وحركتهم كلهم، فالصفر ده طلع بره وده جه هنا وده جه هنا وده جه هنا وده جه هنا، ثم بعد كده الصفر اللي بعده في الكلوك سايكل اللي بعدها اللي هي تاني كلوك سايكل برضو الصفر الاخير ده مشي وده جه مكانه وده جه مكانه وده جه مكانه وده جه هنا، يبقى انا برضو الباترن اللي هتطلع لي كام؟ 4 اصفار. طيب تعالوا بقى نتكلم على اخر حاجه في المحاضره دي اللي هنتكلم عليها، اللي هي حاجه اسمها الشيفت ريجستر كاونتر. الشيفت ريجستر كاونتر هو شيفت ريجستر عادي جدا، تمام؟ بس السيريال اول بتاعه اللي خارج هيختلف، ان انا ايه؟ ان انا هعمل فيدباك، يعني انا هاخد الاوتبوت اللي خارج منه، تمام؟ بالمنظر ده كده، يا اما اخد الكيو يا اما اخد الكيو بار وادخله للايه؟ للانبوت الثاني، يعني انا كده بعمل ايه؟ بعمل فيدباك. فلو انا خدت الكيو بار ووصلتها بالانبوت ده بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه جونسون كاونتر. طيب لو انا خدت الكيو ده اخر فليب فلوب ورحت موصله بالانبوت ده اصبح ايه؟ رينج كاونتر. هتفرق؟ هتفرق. في الرينج كاونتر طالما خدت الكيو ووصلتها بالدي، فانا في الحاله دي لازم ان انا عشان اغير لازم ان انا ايه اكون مدي سي مثلا في الاول ان هم كلهم كلير، يبقى لازم اول واحد ده يبقى ايه؟ يبقى 1 او باترن مختلفه وبتلف. فيبقى انا ساعتها في الحاله دي هيبقى عندي كام ستيت؟ 1 2 3 4، يبقى عندي 4 ستيتس لو انا عندي 4 بت رينج كاونتر. 4 ستيتس مختلفين، وتلاقي الاربع ستيتس بعد كده بايه؟ بيكرروا نفسهم. طيب لو في حاله الجونسون بقى، لو في حاله الجونسون طالما انا واخد من
الفيو بار هتلاقي ده بيعمل ايه؟ بيعمل توجل، بيعمل كومبلمنت، بيقلب كل شويه. يعني لو هنا الكيو كانت بزيرو الكيو بار بواحد، لو الكيو كانت بواحد الكيو بار بزيرو، وهكذا. فتلاقي كل شويه انت عمال تغير، عمال تغير في الايه؟ في الانبوت بتاعك. وبالتالي انت لو انت عندك هنا 4 بت او 4 شيفت ريجسترز او 4 ستيجز، 4 مراحل، هتلاقي عندك كام ستيت بقى؟ هتلاقي عندك الضعف، 2 في 4، يبقى عندك كام ستيت؟ 8 ستيت مختلفين. ليه بقى؟ هفترض ان هم كلهم في الاول كانوا صفار، واجي بعد كده هنا انا باخد من الكيو بار، فلو هنا صفر يبقى هنا الكيو بار بكام؟ بواحد. الواحد هيخش هنا في مين؟ في الانبوت، وابتدي بعد كده مع الكلوك سايكل اشفت، فاصبح ده كام؟ بقى 1. مع الكلوك سايكل اللي بعدها ال1 ده جه هنا، وبعد كده دخل ال1 الجديد اللي هو بتاع الكيو بار اللي عندك هنا، الكيو دي بار، الكيو دي كانت 0، كان الكيو بار بتاعتها بقت كام؟ بقت 1. ال1 جه في الانبوت تاني، وهكذا. ده جه هنا وده جه هنا، فتلاقي نفسك عمال تشفت تشفت في الوحايد لحد ما توصل ان كلهم وحايد. هاجي بعد كده الكيو بار بتاع كل واحد كام؟ 0. فزيرو ابتدي يخش في الانبوت التاني، وابتدي اشفت 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 لحد ما اوصل ان اخر واحد بقى فين؟ بقى في الكيو النهائيه اللي هي كيو 3. الواحد ده لما اجي بعد كده الكيو بار بتاعته بقت بكام؟ بقت بزيرو. فابتدي تخش لي هنا، فيبقى انا اتنقلت من الستيت دي للتكرار من جديد، ان انا اكرر من جديد بعد 8 ستيتس او 8 كلوك سايكلز. فعكس المين؟ الرينج. الرينج الاولاني هنا كان 1، شفته وخدت هنا الزيرو ده رجعته تاني، تمام. يبقى الزيرو اللي كان طالع من هنا دخل لي انبوت تاني، وده ايه؟ اتشفت هنا. وبعدين بعد كده في السايكل اللي بعدها الزيرو اللي هنا ده اتشفت هنا، والواحد ده نزل، الواحد ده عمال يمشي يمشي لغايه ما اوصل عند الكلوك سايكل الرابعه، الواحد اللي كان داخل انبوت هنا بقى ايه؟ بقى اوتبوت هنا. بعد كده هرجع اكرر تاني الواحد ده على ايه؟ دخلي من هنا تاني، وهكذا. يبقى انا بكرر هنا الباترن عشان يرجع يكرر نفسه تاني، بنحتاج بعد ايه؟ 4 كلوك سايكلز. يبقى الاختلاف ما بين الرينج كاونتر والجونسون كاونتر، تبقى انت فاهم الرينج كاونتر باخد من مين الفيدباك؟ من الكيو. الجونسون باخد من مين؟ باخد من الكيو بار. طيب طالما باخد من الكيو في الرينج، يبقى انا محتاج كام كلوك سايكل او كام ستيت عشان ابتدي اغير او اكرر الستيتس تاني؟ 4 كلوك سايكلز. طيب يبقى انا عندي كام ستيت مختلفين؟ 4. في حاله مين؟ الرينج. طب في حاله الجونسون، لو انا عندي 4 بيت جونسون كاونتر، يبقى انا هبقى محتاج 2 في 4 يبقى 8. طب لو غيرت لك السؤال وخلي بالك، لو انت عندك 5 بيت جونسون كاونتر عندك كام ستيت مختلفين؟ يبقى 2 في 5 يبقى 10. تمام كده؟ يبقى انت هنا ادي كده 5 بيت جونسون كاونتر، هتلاقي عندك هنا كام ستيت؟ اهو 10 ستيت من 0 ل 9، هتلاقي الستيتس كلها ايه؟ مختلفه. تعالى كده هنا هتلاقي ايه؟ حاجه 4 بت جونسون كاونتر بتاع عندك كام ستيت؟ 8 ستيتس مختلفين، اللي هو 2 في 4. تمام كده؟ تمام. طيب تعالوا نشوف بقى برضو سؤال كده عليهم. يقول لك ان ات 12 رينج كاونتر، عندك رينج كاونتر 12 ستيج، بيبقى محتاج مينيمم كام فليب فلوب؟ طالما 12 بت رينج كاونتر او 12 ستيج رينج كاونتر، الاجابه في السؤال 12 فليب فلوب، يبقى الاجابه كام؟ 12 فليب فلوب. تعال ليه؟ عشان رينج كاونتر. تمام؟ تمام. طيب اون فيفث كلوك بالس، في الكلوك بالس الخمسه ليه 4 بت جونسون كاونتر، 4 بت جونسون كاونتر، يبقى انا عندك كام فليب فلوب؟ عندك 4. طالما 4 يبقى انت عندك كام ستيت؟ 2 في 4 يبقى 8 ستيتس. طيب في الكلوك الخامسه، في الفيكس كلوك، في الفيفث كلوك، السيكونس بتاعك از ايه؟ 0 1 1 1. يعني بص 0 1 1 1. في ال 6 كلوك بالس بقى، لما تعمل 6 كلوك بالس السيكونس بتاعك هيبقى كام؟ في الجونسون انت في الحاله دي، تمام، واحده واحده، في الجونسون انا باخد من كيو ولا كيو بار؟ باخد من كيو بار. يبقى هشفت، يبقى ده هيبقى هنا يبقى 1، وده هيبقى هنا يبقى 1، وده هيبقى هنا يبقى 0،
وباخد مش من الكيو بقى، باخد من الكيو بار واجي كده، يبقى هيبقى ايه؟ يبقى 0 0 1 1 اللي هو 0 0 1 1 يبقى كده. يبقى بص يا شباب، اسئله الكورس ده محتاجه منك تركيز شويه. السؤال فعليا مش صعب، السؤال سهل وكويس ومعقول لو انت شغلت عقلك والتركيز كده، هتلاقي العمليه معاك سهله وكويسه والدنيا ماشيه. بس محتاج حضرتك تبقى مركز قوي في السؤال، محتاج حضرتك تبقى قاري المحاضرات تاني، اقرا المحاضرات تاني عشان تبقى فاهم الكونسبت كويس، تمام؟ وابتدي بعد كده حل اسئله المراجعه اللي احنا حطيناها دي مع اسئله الدسكشن بتاع الميد ترم والكويزات اللي عندك، وشدد ان شاء الله وربنا ييسر الامتحان ان شاء الله، ما تقلقوش منه، الامتحان هيبقى كويس ان شاء الله. بس اعمل عليك وذاكر واشتغل، هتلاقي الدنيا ان شاء الله كويسه، مفيش اي مشكله. اهتم بمحاره الميموري كويس قوي، واهتم بشيت الميموري كويس قوي، الميموري عليها ويت مش قليل في الامتحان. ذاكر شفت ريجستر برده، شفت ريجستر برده من الاسئله المهمه والحاجات المهمه، و اقروا المحاضرات زي ما اتفقنا، وان شاء الله بالتوفيق يا شباب، ونشوفكم على خير. ولو في حد عنده اي استفسار ولا حاجه ابعت لي على ايه، على الواتس او على الكلاس روم، وان شاء الله هرد عليك، هرد حضرتك سواء حضرتك بعت لي او بعت للمعيده، وان شاء الله اي استفسار هتلاقينا ايه موجودين مع حضرتك على طول. وبالتوفيق ان شاء الله يا شباب، ما تقلقوش من اي حاجه، ان شاء الله الامتحان هيبقى كويس، وبالتوفيق ونشوفكم على خير. مع السلامه.